داري يا نور هدايا أسري فيك للغاية أتلو الآية والآية وبداية اسمو إيماني داري يا نور هدايا أسري فيك إلى الغاية أتلو الآية والآية وبداية اسمو إيماني داري يا نور هدايا أسري فيك إلى الغاية أتلو الآية والآية وبداية اسمو إيماني هذا القرآن شفيع للحافظ حين يطيع حصن يا قوم منيع من ألسنة النيران حلقات الذكر جناني وبها البهجة عنواني يحيا فيها الإنسان لرضا رب الرحمن لرضا رب الرحمن يا من تحفظ آياتي كي ترقي في الجنات بثبات مع إخباتي تختم كل القرآن وجهك شع من الأنوار وغدا يعطيك الجبار تاج كرامات ووقار يوم لقاء المنان وأخوتنا في الله لا للمال والجاه وأقول بملء شفاهي بوركتم يا خلاني بوركتم يا خلاني داري يا نور هدايا أسري فيك للغاية أتلو الآية والآية وبداية اسمو إيمان.